بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نخصصه اليوم للنظر والتأمل في كتاب الله. وموضوعنا هو النظر في بناء هذا الكون الفسيح، كيف بنى الله تعالى هذا الكون الفسيح، وما هو الغاية منه، وما هو مصيره المستقبلي. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز من سورة قاف، يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله مولانا العظيم. هذا المقطع من سورة قاف ربنا عز وجل يحثنا من خلاله على التفكر في ملكوت الله وفي بديع صنعه، أن ننظر إلى السماء وإلى الجبال وإلى الأراضي، وكيف نزل المطر من السماء ودوره في إحياء الأرض ورزق العباد. ثم يقول في الختام: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، ليختم لنا بالقضية التي ينبغي أن نستحضرها دوما في عقولنا وقلوبنا، وهي قضية البعث والنشور، أن بعد هذه الحياة هناك بعث ونشور، ثم هناك خروج، ثم هناك جزاء. وكأن الله عز وجل يرد على منكري البعث والذين ينكرون قدرة الله على الخلق ويجادلون في الله تعالى، مع أن الكون كله كتاب مفتوح يدل على جلال الله وقدرته سبحانه وتعالى، فهو قادر على إعادة بعث الحياة كما خلقها أول مرة من تراب، قادر سبحانه وتعالى أن يعيدها من جديد. إنه القدير على الإحياء المتجدد. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام ننظر في معاني هذه الآيات. في البدء يقول تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. هذا استفهام إنكاري، ربنا عز وجل يقول: يا عباد الله، هذه السماء حولكم ومن فوقكم انظروا إليها. نظرة اعتبار ونظرة تفكر، وهذا الأمر لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى شدة، لأنه في غاية السهولة. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي خلق، وهو الآخر بعد الخلق، وهو على كل شيء قدير. ربنا خلق هذه السماء وبناها ورفعها بغير عمد مرئية. انظروا، السماء رفعت بغير عمد مرئية، ثم زينها بالكواكب وزينها بالنجوم وزينها بالبروج وبغيرها من الأجرام السماوية. كل هذا وهي سالمة من كل نقص أو خلل قد ينتابها. فالسماء هي دليل على قدرة الله تعالى وعلى عظمته وجلاله. فهو سبحانه وتعالى يخاطبنا جميعا بأن ننظر إلى هذه السماء وما حوته من أجرام وترابط وإحكام دون توقف أو اصطدام، أن ننظر إلى سعة هذا الكون مع تقادم الزمان
لأن هناك ملايين السنين بنيت من خلالها السماء والأرض وفي سعة المكان. رأى الله عز وجل يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني أضاف البناء إليه جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى خلقها، ولكن بناؤه ليس كبناء الناس للسقوف. الناس إذا أرادوا أن يبنوا سقوفا أتوا بالعمال وأتوا باللبنات وأتوا بالمعاول وغيرها من الآلات، لكن الله تعالى كيف بنى السماء؟ بناها بكلمة واحدة، كن فيكون. الله تعالى لم يحتاج إلى هندسة وإلى عمال وإلى تخطيط وإلى حديد وإلى إسمنت وإلى آجور أبدا. ربنا قال استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. بكلمة واحدة، ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وانظروا أيها الأحبة الكرام إلى السماء كأنها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء، ويفوق هذا هي مزينة بنجوم جميلة ليس فيها عيبا ولا إخلالا. ربنا سبحانه وتعالى جعل لها سقفا، جعل هذه السماء سقفا لأهل الأرض. نحن محميين بهذه السماء، لأن لولاها لا تسربت إلينا غازات قاتلة وسامة. الله عز وجل في كتابه العزيز جعل العلماء لما ينظرون إلى هذه السماء رأوا في أبحاثهم أنهم اكتشفوا وجود هندسة كونية رائعة، رأوا أعمدة وجسورا وخيوطا محبوكة. من الذي صنعها؟ من الذي أبدعها؟ هذه النجوم تتجمع على شكل مجرات، والمجرات تتجمع في بناء محكم على شكل تجمعات مجارية، وهكذا. كيف بنيناها وزيناها؟ ربنا عز وجل لم يكتفي بالبناء، وإنما قال بالتزيين، وهذه إشارة للعمال والبنائين والمهندسين أن يبنوا البنيان السليم ويزينونه. الله زين السماء بالمصابيح، وقد أثبت العلماء المهتمون بالفضاء وجود عناقيد من المجرات تزين السماء بألوان زاهية، وأن هذه المجرات سبحانك يا جليل، سبحانك يا صانع، تصطف على خيوط فائقة كما تصطف الجواهر على العقد وتزينه. كيف بنيناها وزيناها؟ لو كنت في بر أو كنت بعيد عن الأضواء الكهربائية لرأيت النجوم اللامعة ولعرفت مقدار هذه الزينة. فالله تعالى جمل هذه السماء. الله تعالى خلق هذه النجوم لأسباب ثلاثة: أولا زينة للسماء، وثانيا خلق الله النجوم رجوما للشياطين، وخلقها ثالثا كعلامات يهتدى بها، كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. وقد سأل المتسائل كم عدد السماوات؟ طبعا عدد السماوات هي سبعة بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هي سبع سماوات بعضها فوق بعض، والمسافات بينها بعيدة جدا، وكل سماء لها سكان يسكنونها من الملائكة بأمر الله. وفي حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم ورأى الأنبياء عليهم السلام في السماوات على درجات مختلفة. فالسماء كلها معمورة من الدنيا إلى السابعة، ليس فيها شيء من الخلل أو الفطور أو النقص، بل هي محكمة إلى أن يطويها الله عز وجل يوم القيامة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما معنى هذه الآيات أيها الأحبة الكرام؟ هذه الآيات هي معناها أن الله تعالى يلفت انتباهنا إلى دلائل القدرة والوحدانية الدالة على عظمة رب العالمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي أفلم ينظروا إلى هذه السماء نظر التفكر واعتبار السماء في ارتفاعها وإحكامها، ويعلم أن القادر على إيجادها قادر سبحانه وتعالى على إعادة الإنسان بعد موته. رفعها بغير عمد ترونها، وما لها من فروج،
ما معنى وما لها من فروج؟ أي ما فيها من شقوق ولا تصدعات. فهذه السماء خالية من كل ما ينبئ بخلل في بنائها، لأن انفراج السماء وانفطارها وانشقاقها هو من علامات الآخرة. إذا سمعنا بأن هناك ثقب في السماء أو أن هناك انفراج أو انفطار أو انشقاق، نعلم أن الساعة قد أوشكت، كما قال الله تعالى: وإذا السماء فرجت، وقال أيضا: وإذا السماء كشطت، وقال أيضا: وإذا السماء انفطرت، وقال أيضا: وإذا السماء انشقت. كل هذا علامة على قرب بزوغ الساعة، إذا وقع خلل في بناء السماء. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. كل هذا دليل على 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 علامات يوم القيامة، لأن يوم القيامة هذه السماء سيقع فيها ثقوب كبيرة وفتوحات كبيرة، وثم لا تعود هذه الأرض صالحة للحياة. وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه الآيات كلها تشير إلى الآخرة وتصور القيامة ومشاهدها المخيفة والمرعبة. وربنا سبحانه وتعالى كل هذا يريد منا أن نعتبر بهذه الاعتبارات. بعدها، بعد أن تحدث ربنا عن السماء، بدأ يتحدث عن الأرض، فقال: والأرض كيف مددناها وألقينا فيها رواسي. أي هذه الأرض جعلناها ممتدة صالحة ليسكن الناس فيها. فهذه الأرض ليست منحنية وليست مكعبة، وإنما هي ممددة. وألقينا فيها رواسي، أي وضعنا فيها الجبال. الجبال والجبال أرساها، هذه الجبال هي مرسات، هي أوتاد، كما قال علماء الجيولوجيا بأن هذه الجبال لها جذور في داخل الأرض، كما أن الوتد في جدار له جذور تمسكه. وهذه الجبال راسية لا تزعزعها الرياح مهما عصفت، والله تعالى خلقها لمصالح عظيمة. إلى أن قال: والأرض كيف مددناها، أي وسعناها حتى أمكن كل إنسان وحيوان أن يسكن فيها ويستقر ويعيش فيها دون أن يقع له تزلزل أو تموج. ثم قال: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. انظروا إلى الأرض أيها الأحبة الكرام، كيف أن الله تعالى خلق فيها جميع أصناف النباتات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها. وهذه النباتات هي لأكل بني آدم من الإنسان، وأكل البهائم والحيوانات على اختلاف أشكالها. أخرج إلى الأرض، إلى الأدوية، أخرج فيها نباتات كثيرة جدا وجمالية كبيرة. فكل من ينظر إلى هذه الأرض وما حولها من رياض ناظرة، خصوصا في أيام الربيع، سيرى عظمة الله وجلال الله، وكيف خلق الألوان والزهور حمراء وصفراء وزرقاء وبيضاء وخضراء ومختلفة. كل هذا قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي أن ننظر في هذه الأشياء من باب التبصرة، أي فيها نستدل على تمام قدرة الله وعلى كمال حكمته وعلى جماليته سبحانه وتعالى. الله جميل وقد خلق الكون جميلا. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي أن العبد المنيب الذي يؤمن بقدرة الله تعالى هو الذي يقدر هذا الجمال، وهو الذي يقدر هذا الإبداع. بعدها ربنا سيتحدث لنا، لما تحدث عن السماء وتحدث عن الأرض، سيتحدث عن العلاقة بينهما، وهو نزول المطر. ونحن في هذه الأيام نحتاج إلى المطر، وقد سمعنا حتى في الخطاب الملكي السامي المتأخر تحدث عن نعمة الماء وبركة الماء وجلال الماء وأهمية الماء. انظروا كيف تحدث ربنا عن الماء في كتابه العزيز، لما تحدث عن السماء وما لها من جمالية، وعلى الأرض كيف مددناها، قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. هناك فرق بين قوله أنزلنا ونزلنا. ربنا قال ونزلنا، أي أن التنزيل يكون شيئا فشيئا، والإنزال يكون دفعة واحدة.
فالأمطار ربنا عز وجل ينزلها من السماء شيئا فشيئا، ونزلنا من السماء ماء مباركة. هنا السماء معنى العلو، ليس المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ الذي فوق الأرض، لأن المطر ينزل من السحاب، ربنا يخلق السحاب ومنه يعصر ويخرج الماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فربنا عز وجل جعل الماء يخرج من خلال هذا عملية العصر، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات يعني هي السحاب، كأنها تعصر الماء كما تعصر الثوب فيتساقط المطر منها. فالإنسان العاقل يقول كيف ينزل هذا المطر من هذا السحاب الذي رأيته كأنما ترى قطعا من القطن، سبحانك يا الله. ونزلنا من السماء ماء مباركة، سماه ماء مباركة، هذا المطر فيه البركة لأنه يحيي الأرض بعد موتها، ومن بركته أن الله يحفظه في الأرض لنشربه ونسقي به بهائمنا. الله تعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الماء، ولا أحد غير الله وحده لا شريك له الذي ينزل من السماء ماء مباركا، ثم ربنا يخزنه في الأرض فيسلكه ينابيع، ومتى شئنا حفرنا فوجدنا الماء. ولو كان هذا المطر اللازم السماء كان فقط على ظهر الأرض لتبخر بسرعة بسبب حرارة الشمس، ولكن الله تعالى من رحمته جعل الأرض تبتلعه ليتم تخزينه إلى الوقت الذي نحتاج إليه. وهذا إن شاء الله تعالى ما في بلادنا سيتم استخراج المياه من تحت الأرض، وأيضا تحلية مياه البحر وغيره، وسيكرمنا ربنا عز وجل بأمطار الخير لا شك ولا ريب في ذلك في القريب العاجل بفضل استغفار الناس ودعائهم. فربنا لما قال ونزلنا من السماء ماء مباركا أي نافعا، يصف هنا الماء بالبركة، ويجعل في يد الله سببا لإنبات جنات الفاكهة وحب الحصيد. جنات، ما معنى جنات؟ أن الله سبحانه وتعالى قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي خلق الله عز وجل هذه البساتين الكثيرة، وخلق الأشجار الكبيرة الملتفة، هذا كله خيرات. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لاحظوا، وحب الحصيد أي الزرع الذي يحصد وينتفع الناس به، هذا المطر به خلق الله الأشجار والثمار والزروع، والنخل باسقات أي النخل طوال شاهقات مرتفعات عاليات، لهذا لا تجد شجرة تعلو كما تعلو النخلة. ربنا عز وجل كرم النخل من بين باقي الكروم والزروع والثمار، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذه النخلة لها كرامات كثيرة ولها بركات عظيمة، كما قال ربنا للسيدة مريم العذراء لما سخر لها النخلة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل لك ربك تحتك سريا. النخل عظيم، إلى أن قال لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي منضود، طلع منضود عالي مرتفع رزقا للعباد، عطاء من الله عز وجل. هذه الثمار التي نجنيها من النخيل ويجني منها الناس أرباحا كثيرة، كل هذا عظيم رزقا للعباد. ما المقصود هنا بالعباد؟ كل العباد، حتى الكفار، حتى المشركون، حتى الملحدون، كل العباد، كل الخلق يسمون عباد، لأن الخلق هم مخلوقون لله خاضعون لأمره. كل الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذوك يسمون العباد أو العبيد. وهناك العباد الذين يحمدون الله ويمدحون ويثنى عليهم، هؤلاء يسمون عباد الطاعة،
عباد الطاعة هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتاب العزيز، فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وختم ربنا عز وجل هذا المقطع من القرآن العظيم من سورة قاف بعد أن تحدث عن السماء وعن الأرض وعن الأمطار وعن الزروع والثمار، قال وأحيينا به بلدة ميتة. ما معنى ذلك؟ الأرض كانت هامدة، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا الماء النازل من السماء فيه يحيي النفوس، والقرآن النازل من السماء أيضا يحيي القلوب. هناك تشابه بين الماء النازل من السماء يحيي الأرض ويحيي المخلوقات، وأيضا الوحي النازل من السماء يحيي القلوب والنفوس. ودليل على قدرة الله على الإحياء وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الخروج هو عملية متكررة، نحن نألف ولكن لا ننتبه، كل يوم نرى الناس يموتون ولكن في قبورهم لا يتحركون. ربما قد تكون الأرض أكلت أجسادهم، لأن الأرض تأكل أجساد بني آدم إلا الأنبياء والملوك العدول. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن يوم القيامة سيكون مثل الأرض، تخرج كل من تحتها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي أن هذا البعث والنشور يوم القيامة سيكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي مقبل على ربه بالحب والخوف والرجاء. أما المكذبين والمعرضين فما تغني عنهم الآيات والنذر. هذا خلاصة هذه الآيات البينات من قول الله عز وجل، وهو يريد أن يؤكد لنا قدرة الله على البعث والنشور، وأيضا طلب منا أن نتأمل ونتدبر في بناء الكون وبناء السماء وبناء الأرض وإنزال المطر وعمل الخروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم. هذه الموعظة أيها الأحباب الكرام نريد من خلالها إذا مررنا على منظر من مناظر الوجود حولنا علينا أن نتأمل في السماء من فوقنا والأرض من تحتنا، نتأمل في النجوم والكواكب، نتأمل في شروق الشمس وغروبها، نتأمل في بزوغ القمر، نتأمل في نزول المطر، نتأمل في الأودية، نتأمل في الأشجار وفي النخيل، نتأمل في الرزق الذي نجده في الأسواق يباع بأثمن بخسة، نتأمل في كل ما أعطانا الله تعالى. كل هذا كذلك الخروج، أي نستعد يوما ما بعد أن نموت سوف نخرج من التراب ونخرج إلى حياة أخرى، حياة أخرى أعدها الله تعالى فيها الإيمان وفيها الخير وفيها البركة للمؤمنين والمؤمنات. اللهم أحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين وابعثنا مؤمنين، آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام لن أطيل عليكم اللحظة، نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من الدار البيضاء مع الحاج محمد العنيبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام دكتور، الله يحفظك لنا والله يخليك والله يتبعك السلام ونحن نوفيك الخير إن شاء الله.
بارك الله فيك سيد الحاج، بارك الله فيك سيد محمد، الله يطول عمرك ويخليك لينا، يبارك الله فيك. يا مرحبا، اهلا وسهلا الاخ الدكتور قريبان، الله يجازيك بالخير. كنطلبوا منك الدعاء لواحد السيده عندنا، واحد المرحومه الزوجه ديالي الله يجازيك بالخير، وكانت كانت الحمد لله متعلقه بهذا البرنامج ديالك، واخا كانت مريضه مسكينه على طرح الفراش، كانت يوميا في الوقت هذا البرنامج ديالك لابد خصها تسمعه، ولو يكون ما عطاش شنو كاين. والله يجازيك بالخير، كنطلبوا منك وحنا وليداتها الله يرحمها وبرحمه الله، والدعوات ديالك تكون معاها ان شاء الله، ودعوات المسلمين كاملين بجاه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. سيدي محمد اسم الله المرحومه حفيده، نعم سيدي الحاجه حفيده بنت محمد. الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ان لله وانا اليه راجعون. اكيد سيدي محمد ملي رحلت الى دار البقاء خلات واحد الفراغ كبير، فراغ كبير عندكم في العائله. والله يا اخي، والله يا اخي، لا شهاده لله، الناس اللي حطوها في القبر الى طرحت واحد الريحه لا تتصور. والله هذاك السيد اللي هو دابكا، الله اكبر، كانت مؤمنه وكانت عندها من عائله محافظه وباش الطريقه التجانيه، وكان شي حاجه، كان النور، كان عندنا هنا، كان عندنا النور عندنا في المحارف، وليداتها كيبغوها وكلشي كيبغيها، لا جيران ولا كلشي. لا اله الا الله، ان لله راجعون. الحمد لله على كل حال، بغى عطا السيد ربي الدعاء وهذا الشيء اللي كاين. الحمد لله، الحمد لله على ما عطا، الحمد لله ما اخذ. سيدي محمد، حياتك، حياتك من بعد المرحومه واش تغيرات، واش تبدلات الحياه ديالك اخويا، واش تبدلات؟ اش غادي نقول لك الاخ دكتور، انا بالنسبه ليا ماشي كان عندي، كانت عندي خط، وكان عندي هي اللي مقبلنا كاملين، وهي اللي تسهر علينا، وهي اللي ما داك الشيء لا يتصور، يعني من ناحيه يعني الخير دافق وكل شيء خير، والناس كل شيء كيشكرها، والناس كل شيء كيبغوها، وكانت كريمه، وكانت فيها كل شيء، الخصائر العزيزه على وليداتها وبنياتها وعلى الجميع. والسر، السر ربما هذه الخصال الحميده اللي فيها، السر ربما لانها ذاكره، لانك تهتم بالذكر وكتهتم بالجلسات مع الذاكرات. سوره الفاتحه والتسبيح دائما عندها، وجوهره الكمال، وكل مسكينه كان الدين هذا الشيء اللي كاين، ولحسن المعامله مع العائله ومع كل شيء، مع كل شيء. دكتور سيدي محمد، طلبنا منك واحد الوصيه، واحد الارشاد للازواج والزوجات. شحال دابا ديال الازواج والزوجات حاليا كيسمعوا فينا، ربما عندهم شنآن، عندهم خصام، وربما عندهم واحد الحسابات، وربما وغيصوا للمحكمه، باش توصينا سيدي محمد وانت الرجل الوفي لهذه الزوجه بعد ان انتقلت الى رحمه الله، باش توصي الازواج والزوجات باش تبقى ديما العلاقه طيبه حتى نتفرقوا على الرحمه ونتلاقوا على كرامه الله. والله يا اخي انا نقول يا دكتور، الى العشره ديال الزوج وديال الزوجه، يعني ما يحسبها الواحد حتى تخطاه، راه 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 يعني كرامه من عند سيد ربي. الازواج خصهم يكونوا كي الخوت، خصهم يكونوا على كلمه واحده، ويتهلاو بعضياتهم، والله تبارك وتعالى غادي يجازيهم على كل شيء. ديك العشره يصبروا على بعضياتهم، يصبروا على بعضياتهم، على تماما، خاص الصبر هو اللي يكون. والله تبارك وتعالى في القران ذكر الصابرين، راه في القران ذكر عده مرات الله تبارك وتعالى في القران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يرحم المرحومه. كنشكرك سيدي محمد، وليدات سيدي محمد، وكل الخير. راه محبتك عندها لا تتصور سي دكتور خان، لا تتصور. راه يعني عندك كتبغيك بزاف مسكينه، وكتبغي تصنت دوك الشيء اللي كتقول. كنقول لها الحاجه، راه عند سيد مسكين راه في الدار، واش انت كتبغي نسمعوا لهذه الهضره؟ قالت لي لا، كنبغي نسمع هذا الشيء اللي كيكون، وراه كنستافد بزاف، راه كنستافد من هذا السيد، الله يطول عمره والله يجازيه بخير. كان داعي معك مسكينه في حياتها. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يحفظك سيدي محمد أخويا، الله يجزيك الصبر، الله يجزيك الصبر الأنبياء وسلم. وحنا إن شاء الله ندير واحد الدعوة مع السادة المستمعين لهذ الفقيدة ولكل أمواتنا وأموات المسلمين، وغنطلب من السادة المستمعين واحد الدعوة ديال الخير. هذا أخونا السي محمد العنابي من الدار البيضاء، سمعتوا هذا الكلام الفطري، هذا الكلام اللي خرج من أعماق القلب، كيوصف علاقة زوج مع زوجة مبنية على المحبة وعلى الوئام وعلى الألفة. والسر
يبدو السير ديال الشريفة الحفيظة المرحومة مع زوجها، لأنها كانت ذاكرة. لأن بعض النساء كتقول أنا بغيت نكون مع زوجي سعيدة، وبغيت نكون مع ناسي أسعد، وبغيت نكون مع ولداتي على المودة والرحمة، ولكن لا أستطيع، لا أقدر. كتقول لك أنا عصبية، أنا مزاجية، أنا ما عنديش الوقت، أنا عندي مسؤوليات، أنا ربما كندروا لي نظرة ناقصة، أنا كدير مجموعة مبررات. كيف لي أن أكون إنسانة محبوبة عند الزوج وعند العائلة وعند الأحباب؟ السر أيها الأحباب الكرام في هذه الشريفة لالة حفيظة، كيف سولت زوجها سي محمد، أنها كانت ذاكرة. وأذكر أي طريقة من طرق، وذكرنا أنك انتمي إلى الطريقة التيجانية، كن طريقة التيجانية أو الطريقة الحراقية أو الطريقة الدرقاوية أو الطريقة البوتشيشية أو أي طريقة من طرق، لأن هذه غير مجرد طرق، ولكن الهدف كله هو ذكر الله. تكون سلفية أو تكون حركية أو تكون كيف ما كان الشأن ديالها، كل هذا مجرد وسائل إلى غاية واحدة، وهي الغاية الوصول إلى الله. كيف أصل إلى الله؟ ما هو الطريق الأمثل إلى ذلك؟ وذكر لنا تحفة الكمال، جوهرة الكمال، هذا كتاب معروف عند السادة التيجانيين الذاكرين، كيقرأوا بالصباح والمساء، يشتمل على أذكار وعلى على على أسماء الله الحسنى، وعلى استغفار، وعلى اللطيف والحوقلة والهيللة وغيرها. يعني كله في الختام، رغم التعددية ورغم الاختلاف والتنوع، الهدف الأسمى هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنيئا للذاكرين والذاكرات، هنيئا لهم. ولالة حفيظة سعادتها لأنها انتقلت إلى جوار ربها الرحمن، يقول لها تعالي عندنا لتأخذي هديتك، تأخذي جائزتك. فالسادة المستمعين، هذه أختنا حفيظة كانت مستمعة وفية لسنين معنا في هذا البرنامج. هذا البرنامج عمره أكثر من 10 سنوات، وإحنا كل ليلة نجتمع فقط لذكر الله، لا يهمنا أي شيء سوى أن نعمر أوقاتنا بذكر الله، وأن نتمسك بالحبل الممدود الذي يوصلنا إلى الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم هذه الشريفة لالة حفيظة انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء. اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تفتننا بعدها ولا تحرمنا أجرها، واغفر لنا ولها. اللهم باعد بينها وبين ذنوبها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم يمن كتابها، اللهم يسر حسابها، اللهم وسع مدخلها، اللهم أنزل عليها الشآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى، اجعلها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ونسأل الله تعالى أن يرزق أولادها وزوجها وأهلها وأحبابها الصبر والسلوان. اللهم ارزقهم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر الأولياء المقربين. وما دعسنا أن نقول سيدي محمد، نقول كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نقول عند فقد الحبيب، نقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون. يا رب ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا أكرم الأكرمين. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم تيزنيت، معنا لالة فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام لالة فاطمة. فاطمة عمي قريبان. لالة فاطمة مرحبا. لالة فاطمة عمي قريبان بخير، بارك الله فيك لالة. عليك صحة العائلة كل شيء بخير. الله يطول عمرك يا بنتي. ايوا الحمد لله. عمي قريبان يا مرحبا. عمي قريبان بعيك بعيك تعي معايا يا رب.
الله يحميك الوالدين. يا ذا الجلال والإكرام. أنا دابا كيجيو الخطابين بزاف ولكن ما كنبغيش أنا نتزوج فهمتي. علاش يا بنتي فاطمة؟ واش كتخافي من الزواج؟ جا مخطوب ولا شي في الأخر قال لي عدي لا ما بغيت نتزوج ما عرفت أنا ما عرفت والله ما عرفت أنا براسي ما عرفت. لالا فاطمة غير فتح لينا قلبك، شنو هو السبب اللي واش جاك شي عريس ربما في شي مستوى أو أنت خايفة من المسؤولية؟ بحال هكاك خايفة أنا دابا مولفة الخدمة فهمتي خدامة أنا خدامة أنا. إيها بنتي الله يفرج عليك. وأنا دابا غايجي واحد غايجي في هاد الشهر كينفطر إن شاء الله ما عرفتش واش غندير شي حاجة ولا لا. زعما كتقول لي لا بغيتي نعقل هكا كنقول لها ودي واخا حيت أنا ديجا مخطوبة ولا كاينة في الآخر قالت لي لا ما بغيتي وما نبهت وما كيقول علاش كديري هكاك. وشنو هو السبب اللي عندك لالا فاطمة في نفسك داخل شنو هو السبب؟ ما عرفت يعني قريبا بحال دابا مخطوب ولكن قال لي غادي لا صريح بحال انا ما عنده الدار قال لي صبري معايا غندير الدار ولا شي. الله يفرج عليك لالا فاطمة. دابا انت خدامة فاطمة خدامة؟ انا خدامة الحمد لله بخير. أي ولكن الخدمة وحدها ما كافياش، الإنسان كيبغي يكون أم تكون زوجة تكون عندك وليدات تكون عندك أسرة. ما أخد كلشي مزوج أنا واحد صغير اللي باقي مازال مزوج. لا إله إلا الله الله يفرج عليك بنتي فاطمة. كلشي كيقول لي أنا غادي تبقى دير هكاك حتى تشوف قال لي أودي ماشي مشكل وأنا دابا غنجي واحد آخر غيخدمني كاين في فرنسا كاين في باريس زعما عنده لاباس على داكشي ولكن أنا ما كنشوفش شي واحد لاباس عليه وي. لا إله إلا الله. ما عرفتش في عندي العكوتات أنا ولا ما فهمت. الله يفرج عليك بنتي يا ربي يفرحك يا ربي يفرحك قريبا يا ربي. شكرا لك فاطمة شكرا لك فاطمة. أولا احنا خصنا نعتقد بأن الحياة الدنيا هي قصيرة جدا قصيرة يعني 60 أو 70 سنة لا تساوي عند الله الكثير، وعلينا في هذه المدة القصيرة أننا نمر بجميع المراحل الحياة، دوستي الطفولة دوستي المراهقة دوستي الشباب. لا بد أن الإنسان خصو يتزوج، الزواج هو سنة الله في أرضه، سنة الأنبياء وسنة المرسلين، وسيدنا النبي كان يقول لهم من رغب عن سنتي فليس مني، قال لهم أنا أتزوج النساء وأصلي وأرقد وأفطر وأصوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان خصو لابد يأخذ نصيبه في الزواج. غير البعض ربما قد يعترض على هذا المسلك لأسباب، ربما كيقدر يكون الخطيب ربما ليس في المستوى المطلوب، لأن كل فتاة عندها أولا عندها الصورة الذهنية في أعماق قلبها وفكرها عن فارس أحلامها. كل فتاة ملي كتولد وكنتقبليها ودينتها باش دير طوانق، ربي سبحانه وتعالى كيرسخ ليها صورة ذهنية في الفكر والعقل والقلب عن فتاة أحلامها. كتشوف الرجال ماشي كلهم يعجبونها، كيعجبها واحد الشخص معين بدوك الصفات اللي ركبها الله تعالى في ذهنها. كذلك الرجل حتى هو الله تعالى دار ليه صورة ذهنية عن المرأة التي يحلم بها، وخا كيشوف نساء متعددات ولكن ولا ينتبه فقط إلا للتي صورتها تطابق الصورة الذهنية اللي عنده. هكذا خلق الله. ربما قد يكون الإنسان لم يجد بعد تلك الصورة الذهنية، أو ربما قد يكون الجانب المالي والجانب الاقتصادي حاضر بقوة، لأن الزواج مسؤولية خاصه سكن وخاصه نفقة وخاصه إطعام وخاصه إيواء وخاصه علاقات مع العائلة والأسرة وصلة الرحيم والعراضات، هذا كله خاصه ميزانية، ووليدات صغار خصهم كذلك مصاريف ديال التمدرس. فلا بد للإنسان أن يراعي الجانب المالي. وقد يكون ربما الذي يتقدم إلى الفتاة ربما عنده فقر أو عنده حاجة أو لا يبدو أنه يريد أن يعمل، هذه كل أسباب. وقد تكون بعد مرات العائلة كيكون الشخص هو في شكله وأخلاقه وفي ماله لا بأس به، ولكن الوسط العائلي قد يكون ليس ولا بد، يخاف الإنسان من الانتساب إلى هذه العائلة، ربما فيها عنف فيها مشاكل ربما فيها زيغ، أسباب كثيرة. اللي بغيت نقول لك لالا فاطمة هو أن الزواج هو قسمة ونصيب، هو وخا الإنسان يبحث وينقب ويستعمل طاقته العقلية ولكن في الأخر ما غير النصيب دياله، لأنه مكتوب في السماء
رفعت الأقلام وجفت الصحف. غير اطمئني لالا فاطمة، اطمئني بأن نصيبك سوف يصيبك. متى يتأخر النصيب؟ إذا كانت الفتاة أو الفتى عندهم الموانع. قد يكون الإنسان عنده واحد المانع، قد يكون المانع نفسي، ربما شاف صور معينة أو عاش أحداث مؤلمة، فيتكون لديه واحد الانطباع نفسي اللي هو سيء، أن الزواج ما فيه خير، وأنه غادي يدخل واحد المسؤولية، وغادي يلقى فيها العذاب، وغادي يلقى فيها اختلاف الطباع، وغادي يلقى الصراخ والعويل، ومالو على هذا الصداع كله، فيخاف. أو يخاف ربما الخوف ربما غير وهمي، أن الإنسان ربما غدا بعد غدا غيطمع لي في فلوسي ويقول لي سير عند باك جيبي من عنده المال، لماذا أحرج نفسي وأحرج أهلي. وقد يكون المانع روحاني، أي فعلا وهذا موجود كثير في المجتمع، أن تكون الفتاة ربما مصابة بالعين أو مصابة بالحسد أو مصابة بالسحر، هذه كلها عوامل. كاين العين والعياذ بالله كتوقف الإنسان، والحسد من شر حاسد إذا حسد، وكاين السحر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كلها هذه موانع. لكن بغيتك بنتي فاطمة ما تشغليش نفسك بهذه الموانع كلها، وما تشغلي بنفسك بالتحاجة نهائيا، غتشغلي نفسك بالذكر والدعاء. إلا بغيتي حاجتك تقضى لك، أي واحد من الناس المستمعين كيسمعوا فينا الآن، إلا بغيتوا حاجتكم تقضى لكم، ما تشغلش نفسك بالأمور هنا وهناك، العقل يبقى شارد ويتيه في التحليل ويتيه في التفكير. اشغل نفسك بالذكر والدعاء، وسترى بأن الله المولى جل جلاله سوف يأتيك بالخيرات من حيث لا تدري، يأتيك بالخيرات كلها، إما رزق وإما زواج وإما صحة وإما فرصة عمل وإما علاقات مع أناس طيبين، كل ما تتمناه يأتيك الله به. ماذا عليك أن تفعل؟ اشغل نفسك بالذكر والدعاء، اذكر ربك يا رحمن يا رحيم يا كريم سبحانك ما أعظم شانك، الذكر ذكر الله. ثم الدعاء، اللهم فرج عني، اللهم حقق لي الرجاء، اللهم بلغني المقصود، وسترى العجب العجاب. لالا فاطمة أسأل الله تعالى العلي القدير أن يختار لك من عنده الزوج الصالح، ويعطيك معه الحياة السعيدة الرغيدة الهنية، ويفيض الله عليكم الأرزاق، ويعطيكم الله ذرية طيبة، وتعيش الحياة الزوجية، وتعيش الحياة الأمومة، وتعيش الحياة الطيبة، لأن الزواج فعلا نعمة عظيمة، وأنعم وأجمل ما في الزواج هم الأولاد والبنات، لما يمتلئ البيت بالأولاد والبنات رغم المسؤولية، فإن الله يأتيهم ويأتي بالأرزاق معهم، ويأتي الله بالطاقة معهم، ويأتي الله بالفرحة معهم. فالحياة جميلة جدا، وربي خلق فيها الجمال، وخلق فيها بعض الأقدار، لا أقدار قليلة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، بشيء. أما الغالب الأعم فالحياة طيبة وسعيدة، خصوصا من شاغل نفسه بالذكر والدعاء. الذكر والدعاء أيها الأحباب الكرام مفتاح الفرج، وهو الذي يجعل الخير يأتي إليك. لالا فاطمة الله يكمل لك الرجاء، اللهم تعالى حق يبلغك المقصود، اللهم تعالى يختار لك معه من عنده الزوج الصالح في القريب العاجل، الذي يسعدك ويسعد قلبك ويسعد أهلك وجميع العزاب والعازبات اللي كيسمعوا لنا، والمطلقين والمطلقات الله يعوضهم خير، اللهم تعالى يجمعهم مع من يحبونه ويؤنس وحشتهم ويحقق لهم الرجاء والسعادة في حياتهم. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول الأحباب الكرام من تزنيت إلى إقليم الشاون، معنا لالا عيشة. ألو السلام عليكم. سلام لالا عيشة. الحاج كيداير؟ لاباس عليك؟ صحة لاباس لاباس بنتي، بارك الله فيك. رياض لاباس عليه، وانت لاباس ومالي الدار؟ كل شيء بخير بنتي، بارك الله فيك بنتي، أكرمك الله. الحمد لله الحاج، الحمد لله. كان عندي الأحلام ديالي نهضر معك ودعالي مع وليداتي. يا ربي لالا عيشة، يا ربي داعي مع وليدات، عندي ثلاثة بنات ما كيدوي في حتى شي واحد لا والو، عندي وحدة مجوجة في الدار البيضاء في المصرية نواصل، داعي معها حتى هي عندها هيبة وعيسى وراجلي حتى هو مريض، عندي واحد بنت هي مريضة حالتها وكنت حالتي، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله والشكر لله.
اللهم اشكي الحجرة دائما كنتصنت عليك حل ولادي قسما بالله. الله يعطيك السر الحاج، الله يرحمك الوالد يشجعني مرة ديالي عندك عيط لي. الله يوقع معك، الله يوقع معك، الله يسهل عليك. انت يا رحمن يا رحيم. مرة ديالي قدامي لا إله إلا الله. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، عندك عيط. الله يفرج عليك لالا يا ربي يا كريم، الله يحفظك لالا ويفرج عليك. لا إله إلا الله. لالا عيشة من إقليم الشاون، يعني كنلاحظوا المرأة الشاونية كيف ديك الفطرة السليمة وديك النية الصادقة، وأن الإنسان قد يغلب هكذا، هو الإنسان قد يغلب، الحياة كتخلي أنه يواجه شدائد ويواجه محن، والوليدات مسؤولية، والزوج إذا كان مريض مسؤولية أكبر، وملي كيتزوجوا الوليدات وكيسافروا بعيد يعني كيخلي لك واحد الفراغ عظيم. هكذا هي الحياة، هكذا صممها الله تعالى وخطط إليها الحق سبحانه وتعالى، ونحن نقبلها هكذا. هذه الفراغات اللي في الحياة هي اللي كتخلق لنا المحن، كاينه فراغات في الحياة وكتخلقنا عراقيل. هذه الفراغات بماذا نملأها أيها الأحبة الكرام؟ نملأها بالذكر والدعاء. هذه الفراغات اللي عندنا اللي كتخلق لنا دائما النكبات والأحزان والهموم، نملأها بالذكر والدعاء، وسبحان الله سترى بأن الحياة تصبح مثل فصل الربيع، كلها ورود وأزهار وخيرات وبركات. للا عيشة لا تخافي ولا تحزني، لك رب اسمه الكريم، لك رب اسمه الرحيم، لك رب اسمه اللطيف بالعباد. إن شاء الله كل حاجاتك مقضية، وربي غادي يحمي الوليدات ويحمي البنيات ويشافي الزوج، وكل حاجة بالعوض ديالها. أي تعب وقع الإنسان المؤمن وأي شدة من الشدائد إلا وفيها قانون التعويضات الإلهية، لكن تعويض عظيم، لأن هذه الشدائد وهذه الأزمات ربي بها كيعطينا مقامات أعلى في الجنة، ماشي هنا، هنا في الدنيا رديز باش مقسم الله، لكن في الآخرة كيسموها الترقية السريعة. الترقية هناك الترقية البطيئة، كنعرفوا بأن مثلا في قطاع الوظيفي في الوظيفة العمومية مثلا هناك ما يسمى بالترقية البطيئة، وهناك الترقية السريعة. الترقية البطيئة هي أن الإنسان خصو يتسنى سنوات من الأقدمية عادي ينتقل من سلم إلى سلم، تقريبا 10 سنوات أو 7 سنوات حسب الرتبة. وكاين الترقية السريعة ممكن في ظل سنة أو سنة ونصف يرتقي من درجة إلى درجة، ترقية سريعة. منين جاب هذه الترقية السريعة؟ إما عنده شهادة علمية محصلة عليها، أو إما عنده تزكية من جهة عليا نافذة، أو غير ذلك مما تعلمون، أنه يقوم بالترقية السريعة. هكذا ولله المثل الأعلى. الترقية البطيئة هي ما يقوم بالإنسان من صلاة وصيام وصدقات وخيرات، ترقية بطيئة. أما الترقية السريعة هي الصبر على البلاء، هي في ظل الأزمات والأمراض والمحن، هي كتسمى الترقية السريعة. الله تعالى لا يعطيها لأي إمكان، لأن كاين بعض الناس ربما يعطيهاش لهم، حتى عارفهم إلى أعطاها لهم غير قلبه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كم من واحد ربي عز وجل ما يبغي يعطيه المحن، ما يبغي يعطيه الأزمات، علاش؟ هل لأنه يحبه؟ لا، لأن الله تعالى يعلم بأن في قرارة نفسه ضعف، يعطي الله محنة غدين قلب يقول لك علاش أنا كذا وقع لي كذا. ولكن ذاك المؤمن الصادق ربك يعطيه محنة وكيعاود يزيدوا محنة تانية وكيعاود محنة أخرى، ويباهي به الملائكة في السماء ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي فلان، انظروا إلى أمتي فلانة، أنا كنبتليهم بالشدائد وبالهموم، هما دوما صابرين محتسبين. فيقع الارتقاء، الترقية السريعة. للا عيشة، أسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية. أسأل الله تعالى أن يشافي زوجك، يشفيه من الأمراض والأسقام والعلل. أسأل الله أن يحفظ لك الأولاد والبنات أجمعين يا ربي، اللي هم قرب منك واللي هم بعاد، يحفظ مولانا في السفر والحضر والذهاب والإياب والغدوة والروحة. أسأل الله أن يحفظكم جميعا بالسبع المتاني والقرآن العظيم، وأن يجمع شملكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يرسل
يرزقكم رزقا واسعا رزقا كثيرا طيبا، وأن يجعل المحن عليكم خفيفة، ويعطيكم الله الأجر والثواب الجزيل. وكل من قال آمين، أسأل الله أن يرفع مقامه إلى أعلى عليين. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم مكناس مع للا أمنية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور طيب قريبان. أهلا بنتي أمنية، يا مرحبا بك. تشرفت نهار كبير هذا اللي غنتكلم معك فيه، الأب الثاني والرجل الصادق والمخلص، نعم الرجل. العفو بنتي، عفو، بارك الله فيك. استفدنا منك الكثير، وما شاء الله وانت الانسان اللي كتبلغ الرساله، الله يجازيك كل خير علينا ان شاء الله يا رب. حفظك الله بنتي، بارك الله فيك. لالا نقول لك دكتور، انا مرتي بك شويه، ولكن نحاول نلخص كل شيء في عجاله. بغيتك تبان معنا، الله يجازيك بالخير، ربي يسر الأمور إن شاء الله، ويدخل الخطيب ديالي للمغرب إن شاء الله في رأس العام، لأنه عنده ظروف الخدمة، ويسر ربي الخويا إن شاء الله، لأنه حتى هو صعيب حال باش يعني سال الدراسة ديالو، ما لقاش خدمة، صعوبات باش يلقى عمل، وجميع الأمور متعسرة يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد على أي شيء، لكن الأبواب مغلقة وما كان يأسوش من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكنسألك الدعاء على أقرب الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب يا كريم، يا رب يا بنت أميمة، يا رب بنتي أمنية، يا رب يا كريم، لا إله إلا الله. شكرا لك يا أمنية، شكرا لك يا بنتي، وإحنا نفتخر بالشابات ديالنا اللي مازال مدين يديهم الحنة، وكنلقى الحمد لله فيهم الحياء، والكلام ديالهم كيكون طيب، والكلام ديالهم كيكون صادق، والحمد لله هادو هما بدات المغرب اللي كنفتخروا بهم وكنعتزوا بهم وكنسعدوا بهم. الله يحفظك بنتي أمنية، وربي سبحانه وتعالى يصلح لك الشباب ديالك ويسعد قلبك. بالنسبة للخطيب ديالك هو خارج أرض الوطن، إن شاء الله تعالى ربي يكمل له الرجاء، أكيد أنه سافر وغادر موطنه للبحث عن لقمة العيش، أو للبحث عن فرصة ديال الحياة اللي تكون أسهل، ربي غيوفقه مزيان، الشاب اللي طموح. والآن بنتي ما بقيناش كنخافوا من الهجرة أو من السفر إلى الدول البعيدة، لأن العالم كله صار قرية واحدة الحمد لله في عصرنا هذا، مع التطور التكنولوجي ديال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، الناس اللي في قارات أخرى ربحة اللي جالسين معك في الصين الشعبية أو في أستراليا أو في أمريكا، ربحة اللي جالس مع العائلة كيتكلم معهم عن طريق الواتساب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ثم الكوكب الأرضي لم يعد يسمى كوكبا أرضيا، يسمى كويكب، كويكب صغير أرضي، لأن الناس اكتشفوا بأن الكواكب المحيطة بنا والمجرات وعددها بملايين الملايين، بل قالوا بملايير الملايير، وكل كوكب هو أكبر من كوكبنا بمئات المرات وآلاف المرات وملايين المرات. فكوكبنا يسمى الكويكب الصغير، احنا راس غورين. فهذا الكويكب حتى الرحلة بين أطرافه الأربع صارت ميسرة، الناس يسافروا من بلد إلى بلد كل يوم، يسافر من المغرب إلى فرنسا، ويسافر إلى بريطانيا، ويسافر إلى الصين الشعبية، ويمشي إلى أمريكا الجنوبية، ويهود إلى إفريقيا السوداء، ويطلع لإفريقيا السمراء، الأمر كله صار ميسرا، لم يعد العالم الآن مخيف، كل شيء صار بسيط وصغير كأنه قرية صغيرة. فلا تحزني بنتي أمنية، خطيبك إن شاء الله تعالى ربي يكمل له الرجاء ويسهل له الأمور ويعود لك إن شاء الله، وربما قد يحملك معه إلى تلك الديار وتعيش حياة طيبة، باش ربي يعاونك بنتي أمنية. ديما كنستعنوا بالذكر والدعاء، كنذكر الله تعالى كثيرا، أولا كنبدأ بالذكر والأول، كنعمر الشحن كنبقى نذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله، عاد نطلق الدعاء تنشحن، حتى كاين اللي كيبغي يدعي مباشره وباقي ما تشحنش، الا بحال واحد القذيفه
كان قد عمر بالدعاء لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، لا إله إلا الله، إن لله وإنا إليه راجعون، يا رحمن يا رحيم يا كريم. كان شحن ثم كان دير الدعاء كيعود بحال القذيفة كيمشي بواحد القوة. وكان قول دائما بنتي في الدعاء لتقريب الأحبة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذا الحبيب البعيد ربنا يهيئ له من أمره رشدا وييسر له الأمور ويقربه إليك. وربك يجمع بينكم على المحبة والمودة. أسأل الله تعالى أن يجمع شملكما ويحقق لكم الرجاء ويمتعكما بالسعادة الأبدية، اللهم أمين يا رب. أما بالنسبة لأخيك اللي هو حصل على الشهادة العلمية والآن يبحث عن عمل، هذه ربما الأزمة التي يعاني منها معظم الشباب اليوم، وليس اليوم، يعني منذ حوالي قول لك 30-40 سنة. هذا مشكل كان مطروح منذ الستينيات من القرن الماضي. يعني الناس اللي هم كبار في السن غادي يقول لك هذه الأزمة ديال التوظيف راه كانت أيام زمان، راه كان راه في الستينات كانت هناك إضرابات وحملات واحتجاجات، وربك يسهل. القضية اللي بغينا نقول للأحباب الكرام، لا تربطوا الرزق ديالكم بالوظيفة. الرزق قد يأتيك من حيث لا تحتسب، لأن البعض كيربط الرزق دياله بالوظيفة، أنه ما دام لم يحصل على وظيفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص فهو كيشعر بأنه محبط، وأنه كأنه المجتمع يزهد فيه ولا يرغب فيه. واش كيوقع لبعض الشباب؟ أنه كيبقى عاطل كل يوم يمر عليه مرور طويل جدا، وكيعود في واحد الحالة ديال العزلة، وربما قد تتطور إلى نوع من الاستياء، وقد تتطور إلى اكتئاب، وقد تتطور إلى ما يحمد عقباه. احنا ما بغيناش الشباب اللي نوصلوا لهذا المستوى، كنبغي نقول لهم بأن الرزق راه ماشي عند الوظيفة، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، الرزق عند الرزاق. هذا كلام يقيني ومتأكد منه وليس فيه ديماغوجيا، هذا كلام حقاني رباني. الرزق عند الرزاق. وكنعرف عدد ديال الناس حرموا من الوظيفة وحرموا من منصب في القطاع الخاص، وحينما أراد ربك أن يرزقهم أعطاهم الله أعمال حرة وصاروا من كبار الأثرياء. والله أعرف أصدقاء لي كانوا أيام زمان من الذين لم يستكملوا دراساتهم ولم يحظوا بعمل اللي هو في الوظيفة أو في القطاع الخاص، وبعد مدة دخل في القطاع الأعمال الحرة، وتبارك الله في فترة قليلة صار هو مدير شركة أو مجموعة شركات أو مقاولات، وكيشغل عنده أصحاب الليسانس والماستر والدكتوراه والمهندسين، وهو عنده شهادة متواضعة جدا. علاش؟ ربي أعطاه الرزق، لأن الرزق عند الرزاق. وآمن بأن الرزق عند الرزاق، ليس عند الوظيفة وليس عند الباترونة، الرزق عند الرزاق. قل بسم الله توكلت على الله وربك يلهمك الصواب ويفتح لك الأبواب المغلقة ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. أسأل الله الكريم العلي العظيم بنتي أمين أمنية أن يرزق أخيك الرزق الوفير، وجميع الناس اللي يسمعوا فينا الآن واللي عندهم أولاد وبنات وشباب عاطلين، اللهم أنت الرزاق وأنت القوي المتين، اللهم ارزقنا جميعا رزقا واسعا، رزقا طيبا، رزقا حلالا، يا من قلت وقولك الحق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق كن مثل ما أنكم تنطقون. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه، ووفقنا لصرفه على ما تحبه وترضاه، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحباب الكرام ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم غفساي مع أخينا السي رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي الحاج تحياتي لك بزاف، ودي سي الحاج راني شحال مشوق باغي نهضر معك.
الله يحفظكم سيدي ويرعاكم يا مرحبا بك سي رشيد. والله كان شكرك بزاف بزاف بزاف. الله يجعل سيدي ربي يقوي مثالك ويقوي الناس بحالك. بارك الله فيك مولاي، جزاك الله ألف خير. بغيت واحد الدعوة معك، دعي لي مع الوالدين ومع الخوذ واحد الدرية يلاه توفى لي واحد الأكرام راح كان واحد الملاك. إن لله وإنا إليه راجعون. أييه من 2018 هو مسكين كيدير ديك الشوكة ديال الدار وديك الشينيور وواحد دازت على مسكين كان في عمره وكان يقرا مزيان وعزيز عليه القرآن. الله أكبر الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لي يا با احفظ لك القرآن، نقول له احفظها با ولدي، يبقى يحفظ لي يبقى يقرا لي السويرة هكا تبارك الله يا ربي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والدعاء لما والدعاء مع الموتى كاملين، والله يجعل سيدي ربي يقوي من مثالك ويطول لك العمر. الله يحفظك خويا رشيد. سي رشيد نسولك أخويا، شحال مسكين العمر ديال المرحوم؟ 6 سنين. يلا دخلت تحضيري هذا العام اللي ما في الله 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 6 سنين. الله الله، وكيبقى تميمته أكيد ما تحسبرش عليه. ايوا راه كلشي هو اللي خلق هو. يلا تجوج سنة الاول، يلا هو اللي كان في كلشي عزيز، عند جداته وعند عمامه وعند خوال والعائله كامله. وكان الدري طيب انت اي سيدي واخا نطول عليك السي الحاج راني. لا لا مرحبا مرحبا، انا بغيت نسمعوا منك، بغيت نسمعوا منك السي رشيد، وربما الناس كلهم يدعيوا معك بالرحمه والمغفره. نعم سيدي امين. على الام على الموتى كاملين ولحقنا بهم مسلمين. وكان حد دريري مالك تبارك الله كان عزيز عليه القرايه، وكنت كندير الموسيقى هكا في السياره. ايه قول لي قول لي با طفي طفي عليا صدعني دير عزيز عليه القران. سبحان الله العظيم، سبحان الله، هذا وليد الاخير، هذا ماشي ديال الدنيا. كان عزيز عليه القران وديك الرسوم صافي، هادشي اللي عزيز عليه، ما عزيزش عليه الموسيقى. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وكيبقى تميمته. ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد. يلا كان مسكين شي 6 سنين ما جاب الله الدراري، يلا يلا زادت حل بنيته، يلا سبعنا هو يموت مسكين. وكان مشوق يشوف السوق ديما، كل ما يقول ماما خصني شي خاي نعين معاه ولا شي اختي ياخذ بقي لي شي اختي ولا شي خاي. الله اكبر الله اكبر، ان لله وان اليه راجعون. وشحال فرحان مسكين بالخلاق خلاقه اخته وهو يموت مسكين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خويا عظم الله اجركم، عظم الله اجركم سي رشيد. حاجه واحد السؤال عندي اخر نقولوا له ايام مولاي سي رشيد. عندنا حنا فحنا جيت غفسه يا واحد البلاد الدوار يقولوا لي الجايه، جيت الجايه ايه جيت المحل المهم عملت تاونات اي. نعم سيدي. وعندنا ديك المقبره كيديروا فيها البهايم الكسيبه، كيمشيو كيكميو عليها الجوانات بنادم عرفتي ولا لا حول ولا قوه الا بالله. كيكميو يمشيو لديك المقبره وبقى يكميو هكا الدخان، المهم راه ما عندي ما نقول لك. وكيطولوا فيها البهايم والكسيبه. وجيت انايا ودرت له هكا بنيتو ودرت السلك مزيان اخويا سعداتك، جزاك الله الف خير. وما يدير ديك السلك شي واحدين يقولوا راه بحال اللي دايروا في الحار سبحان. لا حول ولا قوه الا بالله، ما ديش عليهم كلام الناس كثير، ولكن العمل الصالح ان شاء الله ربي غيتقبله منك اخويا رشيد. لا اله الا الله، شكرا لك اخويا رشيد، شكرا لك اخويا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اولا السي رشيد بغيت نقول لك اخويا ان هذا الوليد الذي انتقل الى رحمه الله واسعه هو ليس من اهل الدنيا، هو من اهل الاخره. الله سبحانه وتعالى اراده ان يكون من 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 طيور الجنة، لأن هاد الأطفال الصغار إذا ماتوا في هاد الصغر ديالهم قبل الحلم قبل سن الرشد يسمى شهيد، وهو مات بسرطان يسمى شهيد، ومات على الفطرة السليمة. كل مولود يولد على الفطرة، وكيكون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 منهم عن الصبي حتى يحتلم. هذا المولود باقي مازال ما بلغش سن الحلم فهو على الفطرة، وموته موت شهادة، وإن شاء الله تعالى يكون من أصحاب الشفاعة، لأن اللي كيموت هكذا كيعطي الله الشهادة زائد الشفاعة، يشفع لأهل بيته ممن استوجبوا النار. وقد جاء في الحديث الذي ربما يحفظه الجميع، الحديث النبوي الشريف، أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يسأل جبريل: يا جبريل
قبضتم كيسول الملائكة قبضتم فلدة كبد عبدي، كيقول نعم يا ربي قبضناه، قبضتم قرة عينه نعم يا ربي قبضناه، وماذا قال عبدي عني يسأل وهو أعلم بهم، كيقول يا ربي حمدك وشكرك أعطيته المولود ثم أخذته منه، فقال لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لعبدي واشهدوا أني قد بنيت له في الجنة بيت الحمد قصر الحمد، من أعظم البيوتات لكن في الجنة. الجنة هي مقامات عرضها السماوات والأرض، غير عرضها السماوات والأرض، أما طولها ما لا نهاية، والبيوتات فيها تتفاوت، ومن أعظم البيوتات هي بيوت الحمد تتراءى أنوارها من بعيد. هذه البيوت دي الحمد كيعطيها الله لكل من كان في شدة أو في كرب وكان حامدا لله تعالى. وأعظم الكرب وهو أن يأخذ الله منك فلدة كبدك، أن الله تعالى يبتليك بفقدان الولد. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن لما يدخل إلى الجنة كيقول له الله تعالى ذاك بيتك، فكيلقى واحد البيت عظيم طولا وعرضا ومسافات، كيقول له هذا قصرك، قصر عظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيقول له اذهب افتح الباب، فيريد أن يفتح الباب ما عنده مفتاح، فيطرق الباب يطرق بحياء فيستفتح فيفتح له الباب. من يفتح له الباب؟ ابنه الذي ضاع منه في الدنيا، كيلقاه سارة مولود جميل على خلقته، فكيقول له الله عز وجل هذه وديعتك كانت عندنا خذها نعيدها إليك. هذا المولود كيتسمى وديعة. الله تعالى جل جلاله يتجلى، وغادي يشوف المؤمن رأي العين، وغادي يكلمك مباشرة من غير ترجمان ومن غير واسطة، كيقول لك عبدي أخذت منك فلدة كبدك وحمدتني على ما أصابك، هذا هو ابنك وديعتك قد أعدناها إليك، وأعطيناه مقام الشهادة وأعطيناه مقام الشفاعة وأعطيناه هذا القصر العظيم. أنا ذاك الإنسان كيعنق ذاك المولود تحجم ضاعت، كل شيء عند الله تعالى غير مخبي إلى وقت قريب. فأسأل الله تعالى أن يرزقك أخي رشيد الصبر والسلوان، وأن يرزق الأم صبر الأنبياء وصبر المرسلين. وهكذا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما فقد ابنه وفلدة كبده إبراهيم، كان سيدنا محمد ازدان عنده مولود من ماريا القبطية، كان اسمه إبراهيم، سماه على إبراهيم الخليل، وكان يحب حبا جما، ولما أكمل سنتين ونصف أصيب بحمى شديدة، وبعد مدة توفي الابن، قبل الله روح هذا الابن، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته، رسول الله يبكي ولحيته صارت مبلولة من أثر الدموع. ووافق ذلك اليوم أن وقع الخسوف والكسوف، فقال الصحابة رضي الله عنهم سيدنا النبي حزين، حتى السماء وحتى الشمس والقمر حزن لحزنه. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أخي رشيد لن يضيعكم الله، رب سبحانه وتعالى لعله أعد لكم مفاجآت سارة مما لا يكاد العقل يستوعبه من النعيم الذي لا حدود له. وأسأل الله أن يرزقكم صبر الأنبياء والمرسلين، وأسأل الله أن يبارك لكم في هذه المولودة هذه البنية، وأن تكون من أهل الله، وأن يطيل لها العمر، وأن يمتعها بالصحة والعافية. ونشكرك أخي رشيد حينما أشرت إلى هذا الواقع ديال المقبرة في ناحية إقليم تونات، مقبرة كيسرحوا فيها البهائم والناس يدخلون إليها بالتدخين. يعني المقابر أيها الأحباب الكرام هي مدن الأموات، المقبرة هي مدينة الأموات، علينا أن نقوم بالاحترامها وتقديرها. هذه المقابر فيها مخلوقات
من 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 أجل المخلوقات ربما فيهم المؤمنون والصالحون والأولياء المقربون. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحترم هذه المقابر، لا نسمح للبهائم أن تسرح فيها، ولا نسمح للمتشردين أن يتعاطوا فيها للتدخين ولأمور غير أخلاقية. المقابر هي أماكن ديال الأموات ديالنا، لابد أن من العناية بها. الجماعات والمسؤولين على الإدارة الترابية لابد من إيلاء اهتمام كبير لهذه المقابر بتسييجها أو بناء جدران عليها، وأن ننصب حراس عليها، وأن نشق الطرقات لباش يمروا المرة إذا أرادوا زيارة المقابر، وأن يكون هناك مساحة خضراء، وأن يكون هناك سقي وعناية ورعاية، ونحفظها من الكلاب الضالة ومن الحشرات المؤذية. وإذا دخلنا إلى المقبرة نسلم على الأموات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: سلام عليكم أهل قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أي نعم، إذا مرت سنين طويلة على المقبرة، أن يكون آخر مدفون تمر عليه 40 سنة، آخر مدفون تمر عليه 40 سنة، أن ذاك ممكن أن نعتبرها أرضا عراء. إذا كان هناك ربما احتياج لهذه الأرض أن نشق فيها الطريق أو أن نبني فيها كذا، خاص لابد آخر ميت تمر عليه 40 سنة، لأن أن ذاك هؤلاء الأموات يصيرون رميم، ترابهم يصير رميم. وهم أين يذهبون؟ يذهبون إلى عالم البرزخ. وعالم البرزخ هو عالم ما بين الآخرة والدنيا، هو قاعة انتظار كبيرة يجلس فيها أهل الإيمان واليقين، ينتظرون فيها قيام الساعة. رى الأموات ديالنا لا يمكثون في قبورهم، إنهم ينتقلون إلى عالم البرزخ، عالم لا يعلم حقيقته سوى الله، هو أشبه بقاعة انتظار كبيرة يتجمع فيها المؤمنون ويتكلمون فيما بينهم. رسولنا النبي لما كان في الإسراء والمعراج سوف يلتقي بالأنبياء، التقى بسيدنا موسى الكليم وحاوره، والتقى بسيدنا إبراهيم الخليل وكلمه، والتقى بسيدنا عيسى وسيدنا يوسف وسيدنا يحيى وسيدنا أيوب، التقى بالأنبياء. يكون ما تشحل هذه، لا، ولقم أنهم أموات. قال لك رب عز وجل: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فأسأل الله تعالى أن يرحم جميع أمواتنا وأمواتكم، وأن يرزقكم الصبر، صبر الأنبياء وصبر المرسلين، وأن يعوضكم الله خيرا على كل مضى. دائما هناك قانون التعويضات الإلهية، ربي عز وجل يعوضنا، اللي مشات الخير سوف يرجع لنا من خلالها. اللهم يا ربي فرج، اللهم ارحم واغفر وتجاوز عما تعلم، إنك أنت السميع العليم. آمين آمين يا أرحم الراحمين. ونواصل أيها الأحباب الكرام، نواصل ونتحول إلى إقليم سيدي قاسم مع للا سعيدة. للأسف أختنا للا سعيدة ربما انقطع الخط. معذرة سعيدة، وتحية كبيرة لكل ساكنة إقليم سيدي قاسم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يصلح الجميع. ونتحول إلى إقليم سيدي علال تازي. معنا سيدي أحمد. أهلا وسهلا. وعليكم السلام، حياك الله. حياك الله مولاي. الله يطول عمرك سيدي. معك احمد السباعي من سيدي علال تازي الغرب، كفيف 35 سنه وانقطع عن الدراسه، طالب القران الكريم. مشرفين. الله الله الله. سيدي احمد انقطع الخط معذره، كنشرفوا بك سيدي احمد من منطقه الغرب سيدي علال تازي، وكنشرفوا بك الحمد لله انك طالب علم، وكنشرفوا بانك تحمل القران العظيم في صدرك. هذا اعظم ما يمكن ان يشتغل به الانسان، خصوصا فاقدي البصر. فاقدي البصر ربما يتعذر عليهم القيام بالكثير من الاعمال التي تحتاج الى الابصار، ولكن طلب العلم وحفظ القران العظيم هذا ميسر. فهذه ربما دعوة نجددها لكل الأحبة اللي هما عندهم فقدان البصر، أعظم ما يمكن أن يشتغل به، وغادي يعطيه الله النور، وغادي يعطيه الله اليقين، وغادي يعطيه الله الهداية، وغادي يفتح به الله تعالى قلوبا مغلقة.
كيف ذلك؟ هو أنه يشتغل بطلب العلم وبحفظ القرآن. طلب العلم لأن هو الإرث النبوي، سيدنا النبي لم يخلف لنا إرثا من الأموال ومن الأراضي ومن المناصب في السلطة أبدا. العقلاء من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرون حول المال ولا حول الجاه ولا حول السلطة، لا يجرون حول الدنيا. الإرث النبوي الحقيقي هو العلم، فقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذه دعوة مع سيدي محمد من سيدي علال التازي، أن المكفوفين والمكفوفات يهتموا كثيرا بطلب العلم. ما هو العلم؟ العلم هو أنواع وأشكال، ولكن نقصد بالعلم هو العلم الديني، لأن العلوم كلها نافعة، وأعظم العلوم علوم الأديان وعلوم الأبدان. علوم الأبدان هي الطب، والطب أيضا ليس كل منا يستطيع أن يدرسه، ولكن ممكن أن يتعرف على بعض المبادئ في حفظ الصحة. لكن العلم نقصد به العلوم الدينية، أما باقي العلوم الأخرى فهي دافعة ولكن تحتاج إلى الإبصار، كالميكانيكا والفيزياء والرياضيات والإعلام وعلوم السياسة والاقتصاد والتسيير والتدبير. ولكن هذه العلوم هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن علوم الدين هذه فرض عين على كل مسلم، ولكن من تفرغ لها واهتم بها وتوسع فيها وتبحر فيها هذا غيكون له أجر وثواب عظيم وجليل. فعلوم الدين هي علوم كثيرة ومتعددة، كتبدأ بعلم العقيدة أولا، علم التوحيد، ثم علوم القرآن كيف نفهم القرآن، ثم علوم السنة كيف نفهم السنة النبوية الشريفة، ثم علم التفسير كيف مناهج تفسير القرآن الكريم، لدى علم بحر كبير، ثم علم فقه الحديث كيف نفقه نصوص السنة، ثم بعد ذلك الأحكام الشرعية الفقه على المذاهب الأربعة، ثم تاريخ التشريع، تاريخ التشريع لأنه مهم يعطيك مالك فقهية، ثم كتب الوعظ والإرشاد والرقائق وأحياء القلوب. وإنسان إذا أراد أن يتوسع أكثر فليقرأ علم الأصول وعلم مقاصد الشريعة وعلم الخلاف العالي وعلم تاريخ الأديان والملل والعقائد، بحر لا ساحل له. ويبقى الاهتمام بالقرآن الكريم هو الجوهر وهو اللب، لأن منه تنبع بقية العلوم. فأخي أحمد، أتمنى وأسأل الله تعالى أن يوفقك لطلب العلم، وأن يجعلك من العلماء العاملين، وأن يفتح الله بك قلوبا وينير بك عقولا. اللهم أمين، اللهم أمين يا ربي يا كريم. نتحول إلى إقليم الظلال معنا سيد إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشيخنا الله يجزيك بخير، الله يطول عمرك. حفظك الله سيد إبراهيم، بارك الله فيك مولاي. نتمنى لكم إن شاء الله كل شيء. أنا ما كنسميهاش إذاعة، كنسميها مدرسات العلم. الله يحفظك سيد إبراهيم، الله يكبر بك مولاي. عزك الله. الله يكبر بك أستاذي، الله يطول لنا عمرك. بغيت نسولك أنا واحد جوج الأسئلة في الفقه. مرحبا. أي يا سيدي. واحد السيد فناه عاد صلينا لي صلاة الجنازة. نعم. المرأة صلينا عليها دفناها بلا صلاة الجنازة. لا إله إلا الله. وهذه مدة تلت على هذا الشيء هذا أستاذي الله يطول عمرك، حيرني في عقلي. ويوميا نعم. كانت تصل ما سعدتنيش الوقت، واليوم الله يطول عمرك ويكثر خيرك سعدتني الظروف باش نطرح لك هذه الأسئلة وبغي جواب. الله يجزيك بخير. واخا سيدي ابراهيم، الله يطول عمرك سيدي. مرحبا. بغيت لكم ان شاء الله كل شيء مسؤولين هذيك الزاويات العلم، بغيت لكم ان شاء الله قصور في الجنه ان شاء الله بحي الله. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، اللهم امين سيدي ابراهيم. يا الله سيدي، الله يطول لك عمرك ويخلي لك وليدك ويخليك لينا كبركه. الله يحفظك سيدي، شكرا لك سيدي ابراهيم، الله يعزك مولاي، شكرا لك.
بارك الله فيك. كنشكر سي ابراهيم اللي سولنا هذه الاسئله الفقهيه، واللي كيسول في الفقه هذا من علامات محبه الله، اذا احب الله عبدا فقهه في الدين، هكذا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا احب الله عبدا فقهه في الدين. وسيدنا النبي دخل المسجد لقى جماعه من الصحابه يذكرون الله، ولقى جماعه اخرى يقرؤون ويدرسون العلم ويتفقهون في الدين، فقال هؤلاء عند الله أفضل من هؤلاء. قال لهم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال لأن هؤلاء الذين يذكرون الله تعالى إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، أما هؤلاء الذين يتفقهون في الدين هؤلاء من أهل الله وخاصته. فالعلم الديني مهم للغاية، وربنا قال لنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أمر قرآني واضح وصريح بأن نطلب العلم. السي إبراهيم من أزيلان هذا السؤال اللي طرحه يدل على أن الساكنة دي المنطقة اللي قاموا بدفن السيد أولا ثم صلوا عليه عاد الجنازة، والمرأة اللي دفنوها بدون صلاة الجنازة، أين يكمن الخلل؟ الخلل هو أنهم ربما لم يكن عندهم علم، ربما هذه القبيلة لم يكن فيها فقيه، أو كان هناك فقيه ولكن غائب، والناس تصرفوا بتلقائية، تصرفوا بما فهموا في عقولهم وقاموا بهذا العمل اللي هو في نقصان كبير، لأن لابد الإنسان أن يتعرف على الفقه المتعلق بالجنازة. احنا كبشر أحياء، غدا غنصيروا أموات، كل واحد فينا غدا غادي يكون ميت، والمحظوظ منا هو اللي غيطيح في يد المؤمنين والمؤمنات. المحظوظ منا اللي غادي يموت غادي يطيح الله تعالى في ناس اللي هما عارفين الفقه وعارفين الدين وعارفين الخير، غادي يقوموا بتغسيله وتكفينه ثم يصلون عليه صلاة الجنازة ويدعون له بالرحمة والمغفرة ثم يدفن بالطريقة الشرعية اللي محظوظ فينا، لأن هادشي كله حتى واحد فينا ما غادي يمر دون ذلك. فالموت هو حق على كل نفس منفوسة، كل نفس ذائقة الموت. ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا مات نقوم بتغسيله أولا ثم بتكفينه ثانيا ثم نتجمع ونصلي عليه، لا بد من الصلاة عليه. صلاة الجنازة هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يقوم بها الناس آثموا، لأن خصهم يؤديوا الجنازة على المؤمن، والمؤمن إذا صلينا عليه تقريبا كنا ثلاث صفوف شفع له المصلون وغفر الله له وأدخله الجنة، لأن الصفوف خصهم يكونوا ثلاثة، حتى إذا كنا احنا غير ستة أنفار كنديروا جوج متنا باش نديروا ثلاث صفوف فيها الأجر والثواب. الواجب في السنة أن الميت قبل أن يدفن خاصنا نصلوا الجنازة أولا ثم بعد ذلك نقوم بدفنه. هاد الناس هما ماذا فعلوا؟ دفنوا الميت أولا وبعد ذلك عاد صلوا عليه، هذا 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 خلل في الترتيب، لكن على كل حال قاموا بهذا الواجب، قاموا به أنهم صلوا عليه صلاة الجنازة، ويجوز على قياس صلاة الغائب. صلاة الغائب أن الإنسان قد يموت في منطقة بعيدة نائية ويدفن هناك، والعائلة والأحباب بغوا يصلوا عليه كيصلوا عليه صلاة الغائب، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عن النجاشي الملك ملك اليمن الذي كان نصرانيا ولكنه قال كلام يفيد أنه صار مؤمنا وصار مسلما وصار موحدا وكان ملكا عادلا النجاشي، فصلى عليه النبي الكريم لما بلغ خبر وفاته صلى عليه مع الصحابة صلاة الغائب. ومعروف أن صلاة الغائب هي يقوم بها المسلمون في عدة أماكن، خصوصا للشخصيات المعروفة، تكون شخصيات معروفة وكتكون شخصيات بارزة ويتوفاها الله تعالى وتدفن في مناطق بعيدة، ثم الناس عاد كيصلوا عليها بعد يومين أو ثلاثة صلاة الغائب. مثلا في المغرب مثلا العلامة الكبير فريد الأنصاري اللي هو من أولياء الله الصالحين ومن كبار العلماء الأجلاء المحققين ممن أحيى بهم الله القلوب وأنار بهم الله العقول، كان علامة كبير، كان رئيس المجلس العلمي بمكناس، ورتبته في الحقيقة ماشي كرئيس مجلس علمي، رتبته
أنه كعلامة كبير جدا ومربي اللي هو صادق، مات في تركيا، ولكن بعد ذلك أقيمت عليه صلاة الغائب في عدة مساجد بالمغرب، عدة مساجد بعد أن دفن، بعد أن مرت 3 أيام أو 4 أيام. فعلى كل حال إذا دفناه علينا أن نصلي على الجنازة، وكان الأفضل كان السنة أن نصلي عليه أولا ثم يدفن. أما بالنسبة لهذه السيدة الثانية التي دفنت دون أن نصلي عليه الجنازة، ضيعناها هذه المرأة، ضيعناها أنها لم تحظى. ما معنى صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة هي دعاء، دعاء للميت بالرحمة والمغفرة، وشفاعة يستشفع بها المصلون لهذا الميت. شوف الجنازة فيها 4 ركعات، كنقولوا الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ماذا نفعل؟ نقرأ الفاتحة. الركعة الثانية الله أكبر، نقرأ الصلاة الإبراهيمية على النبي المختار، ثم التكبيرة الثالثة الله أكبر، ندعو للميت، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتي، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تفتننا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. دعاء طويل للميت بالرحمة والمغفرة، من حرمش منه الميت. ثم التكبيرة الأخيرة حسب المذاهب أننا إما أن ندعو لعموم المسلمين، وإما أن نكبر ثم نسلم. حسب المذهب الحنبلي نكبر ونسلم في التكبير الرابعة دون دعاء، وفي المذهب المالكي نكبر وندعو دعاء لسائر المسلمين، وكل صحيح، كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السيدة ربما حرمت من الدعاء، فأهلها ودوها يدعو لها بالرحمة، يدعو لها بالمغفرة، لأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو لكل أمواتنا، اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، هاد الناس وكل أموات المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم كل من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، يا رب ارحمهم رحمة واسعة شاملة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجعل قبورهم مزارا للملائكة، واجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم، اللهم يا رحمن يا رحيم اجعلهم في قبورهم آمنين، اللهم اجعلهم يا رب في جنات النعيم، اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اغفر لنا ولهم أجمعين، اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم ووسع مدخلهم، اللهم اجعلهم يا ذا الجلال والإكرام في قبورهم آمنين برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب إنك قلت وقولك الحق، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحبابنا في الله، تعالوا بنا نستثمر وهذه الدقائق المتبقية من البرنامج في هذا الوقت المتأخر من الليل، لعله ساعة إجابة. تعالوا بنا ونحن في يوم الاثنين، تعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يغفر لكل أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا من كتب على نفسه الرحمة، اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم ارحمنا وإياهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزولهم، اللهم وسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل من مات لنا من العائلة، من الوالدين والأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأولاد والبنات والجيران والأقارب، اللهم جميع أمواتنا وأمواتكم
اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، اللهم أنزل على قبورهم الفسحة والسرور، اللهم وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وجازهم يا مولانا، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، لا تعاملهم بما هم أهله وعاملهم بما أنت أهله، فإنك يا مولانا أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرضوان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يمن كتابنا وكتابهم، بيض وجوهنا وجوههم، ثبت أقدامنا وأقدامهم، يسر حسابنا وحسابهم، وارزقنا وإياهم جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يوم القيامة اجعلنا مع سيدنا النبي ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم يا رب العالمين ارحم عبادك المؤمنين، اللهم ارحمنا وإياهم عند الموت، وهون علينا وإياهم سكرات الموت، اللهم وارحمنا وإياهم عند سؤال منكر ونكير، اللهم ارحمنا وإياهم يوم الفزع الأكبر، واجعلنا وإياهم من الآمنين، وارحمنا يا رب عند تطاير الصحف، وارحمنا يا رب عند نصب الصراط، وارحمنا يا رب إذا دنت الشمس من رؤوس العباد. يا رب أنت ملجأنا، يا رب أنت ملاذنا، يا حنان يا منان يا عظيم الشان. اللهم ارزقنا في الدنيا عيشة هنيئة، عيشة طيبة، عيشة مباركة، وإذا قبضت أرواحنا فاقبضنا إليك يا رب العالمين غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجعلنا يوم القيامة في جنات النعيم مع سيدنا النبي المصطفى الأمين. قولوا معنا جميعا آمين، آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.